أهمية وضع 2FA أو 2 Factor Authenticator على كافة حساباتكم. إذا أنتوا شركة أو عندكم حسابات شخصية، دايماً وضعوا 2FA على هيدي الحسابات، أولاً لتمنعوا من الاختراق، وثانياً لأنه صار تفرض كافة المنصات هذا الموضوع. إذا عم تعملوا دعاية على إنستغرام مثلاً، تنتبهوا أنه المنصة عم تطلب منكم إضافة 2FA قبل ما تباشروا بالإعلان. لذلك إذا كنتوا عم تتعاملوا مع شركة ايجنسي بستلمت لكم اعلاناتكم او عم تعملوا هالشي على سايت شخصي، دايما وضعوا على اكونتكم الشخصية على فيسبوك مثلا 2FA قبل ما تبلشوا اعلاناتكم على البيج بحد ذاتها، لانه البيجز نحن عم نخلقها بالنتيجة ونحن اللي لازم يكون عنا 2FA لحمايتها. عمل 2FA بالنتيجة هو حماية الحسابات من عدم تعرضها للاختراق. في حال صار في محاولة للاختراق على حساب من حساباتكم، رح يجيكم دايما اشعار. دايما وضعوا كل السكيورتي ميجرز وكل الخصائص الامنية وقت بتكونوا عم بتخوضوا تجربة على الانترنت. كانت معكم مايا صغيب من ستروبري ايجنسي.